إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 229 من سورة البقرة، فإلى التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم تسليمًا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. شاء الله عز وجل أن يكون لقاؤنا هذا في هذه الليلة المباركة، وقد وقفنا في آخر درس ألقيناه في هذا المكان على قول الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ونواصل طريقنا في تبيين معاني بقية جمل وكلمات هذه الآية المباركة، ونبدأ الآن بقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتلت به. قد اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى البالغة في تشريعه أن يكون للنساء حق على الرجال في استحلال أبضائهن، وهو حق الصداق الذي فرضه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وهذا الحق ليس للرجل أن يسعى بحيلة أو بأخرى حتى يسترده من المرأة، فإن للمرأة هذا الحق بنص كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانعقد على ذلك الإجماع. وإن كانت تشارك الرجل في متعة الاستمتاع فهي تستمتع به كما أنه يستمتع بها، ولكن بما أن القوامة للرجل على المرأة اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون استحلال هذا الاستمتاع بهذا الصداق الحلال الذي يدفعه الرجل إلى المرأة. ومن أجل التحذير من أن يسعى الإنسان إلى محاولة استرداد هذا الحق الذي آتاه المرأة، جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في معرض التحذير من أن يرث الرجل المرأة كرها قوله عز وجل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فليس للرجل أن يعضل المرأة حتى يسترد منها شيئا مما آتاها. ويقول سبحانه وتعالى أيضاً بعد ذلك: وإذا أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً. فبموجب هذه النصوص يتبين أن هذا الحق
لا يسعى الرجل من قبله إلى استرداده من المرأة ولو أباح الله سبحانه وتعالى له الانتفاع به عندما تطيب به نفسا من غير إكراه ومن غير إلجاء بحياء أو غيره. فالله تعالى يقول: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ومن أجل المحافظة على بقاء هذا الحق كما هو للمرأة بيّن سبحانه وتعالى هنا إثر تبيين أن تسريح المرأة يكون بالإحسان لا بالإساءة، بأنه لا يحل له أن يأخذ شيئا مما آتاها من هذا الحق إلا أن يكون هنالك خوف ألا يقيم حدود الله. والخطاب في قوله سبحانه وتعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، إنما هو خطاب للأزواج، لأنهم هم الذين يؤتون هذا الصداق للمرأة، وهم الذين لا يحل لهم أن يأخذوا، فالرجل هو الآخذ وهو المعطي. فالخطاب إذن للرجال، ولا يتناف للرجال الذين تزوجوا هذه النساء، ولا ينافي ما جاء من بعد ذلك من قوله سبحانه: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله. ولو قيل بأنه خطاب للحكام فإنه قد يأتي الخطاب الواحد في القرآن موزعا على طوائف، يتوجه شيء منه إلى طائفة ويتوجه شيء آخر منه إلى طائفة أخرى، والقرائن هي التي تصرف هذا الكلام فتولي كل جملة منه من هي مخاطبة به، من هو مخاطب بها. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعطلوهن أن ينكحن أزواجهن. فالخطاب في أول الآية الكريمة إنما هو للأزواج الذين يطلقون النساء، والخطاب فيما بعد إنما هو للأولياء الذين قد يتدخلون في عضلهن عن رجوعهن إلى أزواجهن الذين وقع منهم الطلاق. فكذلك ما في هذه الآية الكريمة. وذهب الطائفة إلى أن الخطاب هنا من أول هذا الكلام للحكام أو الذين يتولون الوساطة ما بين النساء وأزواجهن عندما تحدث مشكلات بينهم. وهؤلاء حاولوا أن يصرفوا الكلام في تأويلهم له بحسب ما يقتضيه ما ذهبوا إليه في تحديد المخاطبين، فقالوا بأن هؤلاء الحكام وإن لم يكونوا هم الآخذين وهم المؤتين إلا أنهم يتوسطون في الأخذ والعطاء، فلذلك كان الخطاب سائغاً أن يوجه إليهم من أول الأمر. وفي هذا من التكلف ما لا يخفى، مع أن التأويل الأول تأويل بين، وقيل بأن الخطاب كله للأزواج في أوله وفي آخره: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئاً إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم. أوله وآخره خطاب للأزواج، وإنما تصرف فيه هذا التصرف
فجاء أولا بصيغة الخطاب، ثم جاء ثانيا بصيغة الغيبة، ثم عاد مرة أخرى إلى صيغة الخطاب. وكان في بدايته، كان الكلام في بدايته بصيغة الجمع، ثم بعد ذلك جاء به بصيغة التثنية، ثم أعيد مرة أخرى بصيغة الجمع. ذلك لأن هذا الخطاب رؤي فيه أولاً كثرة الأزواج الذين قد يحدث بينهم وبين زوجاتهم الشقاق والخلاف، ثم رؤي بعد ذلك فيه أن الخلاف يقع بين طرفين، يقع بين الرجل وامرأته، ثم أعيد الخطاب مرة أخرى بصيغة الجمع لأجل مراعاة تلك الكثرة التي رؤيت من قبل. وذهب بعض المفسرين ومن بينهم الإمام محمد عبده إلى أن هذا الخطاب للأمة، فالأمة هي أمة متلاحمة مترابطة، وكل منهم مسؤول عن غيره كما أنه مسؤول عن نفسه، لأجل ما يجب على الجميع من الاتحاد ومراعاة مصالحهم جميعا. فلذلك قيل لهم أولا ولا يحل لكم، فالخطاب يشمل الأزواج والزوجات والقائمين بمصالح الناس من الحكام والوسطاء، ثم بعد ذلك ذكر الزوجان بصيغة التثنية، ثم أعيد الخطاب مرة أخرى إلى الأمة. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا في مخاطبة الأزواج بأنهم لا يحل لهم أن يأخذوا شيئا مما آتوه النساء من الصدقات، إلا إن كان هنالك خوف بألا يقيم حدود الله، ولا يحل لكم أن تأخذوا شيئا مما آتيتمهن، ولئن كان ما آتوهن لا يحل لهم أن يستردوه، فأحرى ألا يستحل لهم بأن يستردوا ما زاد عليه. لا يجوز لهم أن يأخذوا الزيادة من باب أولى، إن كان لا يجوز لهم أن يستردوا شيئا مما آتوهن، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. وهذا يعني أن الرجل عليه أن يحذر من أن يسيء إلى المرأة لأجل أن يتوصل إلى الاسترداد، أو أن يتخذ هذه الإساءة التي تصدر منه وسيلة لاسترداد شيئا مما آتى المرأة بإلجائها إلى ذلك، لأنها تحب التخلص من الضرر الذي يلحقها من إساءته تجاهها. ولئن وقع شيء من ذلك، فالعلماء مجمعون حسب ما ذكر كثير منهم على الحرمة، فيحرم على الرجل أن يأخذ، ويحرم على المرأة أيضا أن تعطي، إلا إذا كانت في دفعها ما تدفعه إلى الرجل وهو يضارها، تريد أن تتخلص من ضرر ديني أو ضرر دنيوي لا ترى مناصا عن التخلص منه. أما إن كانت بإمكانها أن تتخذ وسيلة أخرى دفع هذا الضرر، فإنه لا يحل لها أن تدفع إلى الرجل شيئاً. ولذلك نفي الجناح عن الاثنين، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما،
وهذا يدل بمفهومه أن عليها كما أن عليه جناحا إن دفعت هي إليه من غير أن يكون له الحق في الأخذ. وهذا كما يحرم على من يدفع الربا ما يدفعه، كما يحرم على من يدفع الربا دفعه إلى آخذ الربا ما يدفعه، كما يحرم على الآخذ أيضا. فإن التعاون إنما يجب أن يكون في إطار المعروف لا في إطار المنكر. ويحرم أيضا على الوسطاء أن يتوسطوا، اللهم إلا إذا كانت ضرورة هنالك تؤدي إلى إنقاذ المرأة ولا يرون مناصا عن ذلك. أما إن رأوا المضارة من الرجل فإنهم لا يصح لهم أن يتوسطوا في أن تفتدي منه، لأن في ذلك ظلما لها، إلا مع العسر والشدة. أما الحكام الذين تتبين لهم هذه المضارة فإن عليهم أن يرفعوا الضرر. وذكر ابن المنذر عن الإمام أبي حنيفة بأنه قال بأن هذه المعاملة تحرم على الرجل ولكنه لا يحكم عليه برد ما أخذ، وقد تعجب ابن المنذر كثيرا من ذلك وجعله مخالفة لظاهر ما يقتضيه القرآن، ومخالفة لما دلت عليه السنة، ومخالفة لما انعقد عليه الإجماع. ومثل هذا القول الذي حكاه ابن المنذر عن الإمام أبي حنيفة حكاه أيضا ابن القاسم عن الإمام مالك، وقد أتبعه أيضا بالإنكار. ومن الغريب أن نجد جماعة من علماء المالكية يحكون هذا الإنكار ويقولون بحرمة هذه المعاملة، ولكنهم بعد ذلك يعودون إلى إساغة مثل هذا العمل بطريقة أو بأخرى. ومن من وقع في ذلك ابن العربي في أحكام القرآن له، والقرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، فإنهما قالا بأن الشرط الذي ذكر هنا وهو قوله سبحانه وتعالى إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، إنما هو وارد مورد الأغلب المعتاد. وما كان وارداً مورد الأغلب المعتاد من المنطوق لا يؤخذ بمفهومه. هذه خلاصة ما احتج به القرطبي وما احتج به من قبله ابن العربي. والإمام ابن عاشور وهو من علماء المالكية كر على مقالتهما هذه بالنقض في تفسيره التحرير والتنوير، وقال بأن منطوقات تكررت 3 مرات ومفهوما تكرر 2 مرات في الآية الكريمة، كل منها يشد الآخر في الدلالة على خلاف ذلك. فإن الله تبارك وتعالى قال أولا ولا يحل لكم، وهذا منطوق صريح، أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، ثم قال استثناء من هذا الحكم الذي جاء بصريح المنطوق إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن المنطوق هنا وهو قوله إلا أن يخاف جاء دالا على أن يأتي الحكم مناقضا لذلك، مخالفا لذلك عندما يكون هنالك خوف ألا يقيم حدود الله. وفي هذا المنطوق مفهوم،
وهو أنه إن لم يكن هنالك خوف فلا يمكن أن ينصرف الحكم الأول عما دل عليه من الحرمة بقوله تعالى ولا يحل لكم. ثم جاء المنطوق الثالث مصاحبا لمفهومه في قوله تبارك وتعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فضلا عن اعتضاد ما في هذه الآية الكريمة من منطوق ومفهوم بما دلت عليه الآيات الأخرى، وهي قوله سبحانه وتعالى فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، وقوله وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. فإن كل من ذلك يدل على المنع، يدل على تأكيد الحرمة التي دل عليها قول الله تبارك وتعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. ثم قال بأن ما ذكروه من أن الشرط المذكور هنا وارد المورد الأغلب المعتاد هو حكم لا ينطبق عن الشرط على الشرط، وإنما ينطبق على مفاهيم الصفات والأحوال والغايات. أما الأشياء التي يؤتى بها للتقييد كالشرط مثلا فلا يمكن أن يقال في مفهومها نحو هذا القول. وبعض المفسرين قالوا بأن نفي الجناح عن الاثنين، مع أن الجناح ينتفي عن واحد وهو الزوج دون المرأة لأجل أن الاثنين سيقا مساقا واحدا، فاعتبر بمثابة الشيء الواحد، وهذا كما قال الله تعالى في البحرين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، مع أنهما يخرجان من البحر المالح دون العذب، وهذا مبني على ما وصلوا إليه من قبل من كون البحر المالح لا يخرج منه اللؤلؤ، وقد ثبت خلاف ذلك ووجدت لآلئ صيدت من البحر العذب وهي لا تزال محتفظا بها إلى الآن كما أفادت بهذا المجامع العلمية المؤلفة حديثا. ومهما يكن فإنه عندما تكون هنالك ضرورة ملحة تقتضي المرأة أن تتخلص من الضرر لأجل دفع آثار لا تكاد تتحملها، إما لأجل الإضرار بها في دينها أو الإضرار بها في دنياها، فهي غير مخاطبة بشيء، أي هي غير متوجه إليها هذا المنع هنا بخلاف الرجل الذي يأخذ. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، كلمة شيئا هنا جاءت منكرة لتفيد العموم، لأنها كما قيل هي أنكر النكرات. ثم بجانب ذلك جاءت في سياق النهي الذي هو رديف النفي، وهذا يدل على أنه لا يجوز أخذ أي شيء كان قليلا أو كثيرا مما آتاها إياه الرجل، لا يحل له أن يأخذ منه قليلا أو كثيرا، وهذا الذي دل عليه أيضا قول ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، أي ذكر البعض هنا، فالأولى أن لا يجوز العضل من أجل الذهاب بالكل.
ونحوه فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. أيضا جاء بكلمة شيئا الدالة على القليل والكثير والدقيق والجليل، فليس له أن يسترد شيئا قط إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، إلا أن يكون هنالك خوف بألا يمكنهم القيام من حدود الله. وقرئ إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، وهذه القراءة قرأ بها حمزة كما قرأ بها أيضا يعقوب وأبو جعفر من القراء العشرة، وقد اعترض عليها بعض المعترضين لأجل بعض الأشياء التي لا اعتبار لها وأطالوا في ذلك. وقد تقصى هذه الاعتراضات أبو حيان في تفسيره فأدحضها بما بينه مما يرد عليها. وعلى هذا فإن الذين يخافون بناء على هذا هم الوسطاء والحكام، إلا أن يخافوا هم ألا يقيم هذان الزوجان حدود الله. وكيف يكون عدم إقامة حدود الله؟ قيل إنما ذلك بأن تكون هذه المرأة مبغضة لزوجها بغضا شديدا بحيث لا تتحمله، وتفصح له عن ذلك فله أن يسترد ما آتاها أو بعضه في هذه الحالة لئلا يخسر المرأة والمال جميعا. وهذا أيضا من لطف الله تبارك وتعالى عند نشوز النساء، فإن الرجل لو لم يحل له أن يأخذ شيئا في هذه الحالة لباء بخسرانه المرأة وخسرانه المال الذي دفعه إليها. والمرأة أيضا تريد في مثل هذه الحالة إن وجدت ضيقا في نفسها من معاملتها للرجل أن تتخلص منه ولو دفعت إليه كل الصداق الذي آتاها إياه. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما والجمهور بأن ذلك إنما يتمثل في شدة الكره من هذه المرأة للرجل حتى يتيقن هو منها ذلك. وجاء عن الحسن ابن أبي الحسن كما ذكر ابن جرير وغيره بأن تقول له لن أبر لك قسما ولن أطيع لك أمرا ولن أغتسل لك من جنابه. والشعبي ذكر الأمرين الأولين وتعجب من الثالث، وقال بأن الغسل من الجنابة يجب عليها ولو زنت، إلا أنه يبدو بأنه لم يدرك بعد ما ذهب إليه الحسن ذلك، لأنه قيد ذلك بقوله فيما يحكيه عن هذه النواشز من الكلام بقوله لك، أي لن أغتسل من جنابة بسبب مواقعتك إياي. وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى شدة النفار بين الرجل والمرأة. والمرأة إن كانت متقية لله عز وجل خائفة منه وقد ابتليت بهذا الكره الشديد في الرجل ترغب في أن تتخلص منه بدفع المال الذي آتاها إياه. مستمعين الأكارم، ما تبقى من تفسير هذه الآية الكريمة، الآية 229 من سورة البقرة، سنواصله في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.